النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض الزبده في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. اتمنى حبايبي اللي انتوا تتابعوني كده فضلا وليس امرا لنهايه الفيديو عشان تشوفوا معايا الزبده دي اتعملتها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. ان شاء الله كده هتعملي احلى زبده، والزبده دي هتكون متعدده الاستخدام، يعني تستخدميها في الحلويات تستخدميها في الطبخ. يلا بينا نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله مع أسرار الطبخ الاحترافي مع الشيف حنان الورقي. يلا بينا حبايبي نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف حبايبي هنعمل الزبدة ديت إزاي. أنا معايا لبن كنت غالياه وسبته كده لحد ما برد، ومعايا نص كيلو من الزبدة دلوقتي اللي هي زبدة كريستال، وهنستخدم يعني عصير نص ليمونه. واول حاجه انا بعملها بلم الايه بلم القشطه من على وش اللبن ده. كنت جايبه اللبن وغلياه وحطاه كده في الثلاجه لحد ما طبقه القشطه اتجمعت كده فوق الوش. باخد الوش بتاع اللبن، ولو انت عندك كمان قشطه شايلاها في الفريزر فبتبداي اللي انت عيبه طبعا ايه بتبقى احسن، بتاخدي كوبايه من القشطه وتبداي اللي انت تعملي بيها. بس انا خدت الوش بتاع اللبن دلوقتي وكملت عليه وش القشطه، يعني الوش اللي كان على اللبن وكملت عليه باللبن. وبعد كده هنستخدم الكوبايه دي دلوقتي. هنا هنستخدم كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين، وبرده هنستخدم برده حاجه كمان دلوقتي، يعني هنشوف مع بعض. معايا بقى الزبده، انا طبعا تقدري، انا مش هعمل نص كيلو كله، فانا هاخد ربع كيلو من الزبده، وهنستخدم معلقه خل، وهنستخدم رشه ملح ليمون، معلقه خل اهيت، وهنستخدم قصدي مش رشه ملح ليمون، قصدي رشه ملح عاديه، معلش بعتذر، رشه ملح عاديه. يبقى هنقول لكم المكونات تاني عشان ما تتوهوش مني. انا كده كنت بجهز المكونات معاكم. ما هنستخدم عصير نص ليمونه كبيره، وهنستخدم كوبايه لبن على قشطه، وهنستخدم كوبايه زيت، هنستخدم عصير نص ليمونه كبيره زي ما قلت لكم، وهنستخدم معلقه كبيره من الخل، ورشه ملح طعامه، رشه ملح اللي هو ملح طعام. وبعد كده هنستخدم ربع كيلو من الزبده. بس كده. اي نوع زبده تقدري اللي انت تستخدميه في الوصفه النهارده. المواضيع دي كنت منزلاها على فكره، وعامله طريقه عمل الزبده موجوده في القناه، الطرق ديت كنت منزلاها قبل كده وحققت مشاهدات بصراحه جميله جدا. بس في ناس بعض المتابعين ما شافوش الفيديوهات ديت وقالوا لي، قالوا لي حنان احنا عايزين نعمل الزبده في البيت، ايه هي الطريقه يعني ايه الطريقه الكويسه او المظبوطه اللي احنا ممكن نعمل بيها الزبده وتكون اقتصاديه. الطريقه دي اقتصاديه خالص. يبقى كده حبايبي زي ما انتم شايفين، رشه ملح اهيت، ملح طعام، عصير نص ليمونه، معلقه كبيره من الخل، مع كوبايه زيت، كوبايه حليب على قشطه، والزيت بتستخدميه يكون نوعه كويس، وربع كيلو من الزبده زي ما انتم شايفين. حابه تستخدمي نص كيلو كله فبراحتك، حابه اللي انت تعملي، انا هعمل بربع كيلو، الربع التاني هنشيله في الثلاجه، هستخدمه في وصفه ايه تانيه. بس انا هعمل هستخدم ايه، يبقى انا كده هستخدم ربع كيلو من الزبده معاكم. يبقى هي دي المكونات زي ما انتم شايفين، ربع كيلو من الزبده. نقول تاني ربع كيلو من الزبده، طبعا باكد عشان المتابعه اللي كانت سالاني، ربع كيلو من الزبده، كوبايه حليب على قشطه، كوبايه زيت، معلقه كبيره من الخل، معلقه يعني عصير نص ليمونه، يعني معلقه ايه، معلقه عصير ليمون، رشه ملح طعام، والقالب بتكوني مجهزاه، تكوني حاطه كده كيس في القالب. بنجيب المقلايه وبنحط في المقلايه الربع كيلو من الزبده، وانا عايزه بس ان انا اسيح الزبده ديت على البوتاجاز لحد بس الزبده بتبدا اللي هي تسيح. يعني انا مش عايزه ان انا اسخن الزبده جامد او كده، لا اوعي، هي الزبده عايزينها بس تسيح، بس يعني تبقى دافيه بس ايه معاكي.
بس كده، ما تبقاش ايه، اوعي تسخنيها جامد، لو سخنت معاكي جامد فبعد ما بتسيحيها سيبيها بس تهدى شويه، وبعد كده استخدميها، تستخدميها تعملي نفس الخطوات اللي انا ايه هعملها معاكي. زي ما انتوا شايفين حبايبي، ان شاء الله كده هتعملي احلى زبده في البيت. يا الطريقه دي جميله والطريقه دي اقتصاديه بصراحه، بس في النهايه لما انا باجي اعمل الوصفه ديت وبستخدمها بعمل بيها حلويات او بعمل بيها طبخ اي حاجه، فبتخلي الاكل معايا طعمه جميل جدا بصراحه، وبتبقى حلوه اكنك يعني مستخدمه زبده فلاحي بصراحه، بتبقى حلوه جدا. طبعا هي الطعم بتاعها بيبقى عاطي كمان للزبده الفلاحي. ليه؟ لان احنا مدخلين فيها كوبايه الحليب، وكوبايه الحليب على القشطه، فبتخلي طعمها جميل جدا. ده اكنك عامله الاكل بزبده فلاحي. فاتمنى حبايبي ان انتوا تكونوا يعني تستفادوا النهارده. وطبعا الزبده دي بتعملي بيها، بتستخدميها عادي، تستخدميها عادي في الحلويات والطبخ وكل حاجه، وحتى المعجنات ممكن اللي هي الفطيره تستخدميها مع الفطير المشلتت، يعني اللي انت لما بتعملي عجينه الفطير ومحتاجه تفردي عليه طبقه زبده، دي جميله جدا للفطير على فكره، دي تحفه. يعني اللي انت تاخده منها كده وتفرديها على عجينة الفطير وتعملي الفطيرة بتاعتك، هتطلع زي الفل. سواء فطير اللي انت بتعمليه بالعجينة او الفطير اللي انت هتعمليه بالجلاش، فدي تبقى حلوة مع الاتنين، هتبقى رهيبة. انا كده بعد ما سيحت الزبدة ببدأ بقى ايه اللي انا بحطها في الكوباية، بتطلع معايا هي كوباية من الزبدة السايحة زي ما انتوا شايفين. في حاجة برضو كمان، الزبدة دي مش تستخدمها بالنسبة للمعجنات الفطير بشلتت وخلاص، الفطير الفلاحي يعني وخلاص على كده، لا انا بستخدمها حتى الرز بعمله بيها، الرز برمي الرز المعمر، بحط منها مع الرز، بتبقى جميلة جدا. بعمل بيها برضو اذا كان بيض بالعجوة بعمل بيها، بعمل بيها بيض مقلي لوحده بستخدمها، بستخدمها مع الفوق، لا بستخدمها في كل حاجة بعملها بستخدمها، فبتبقى جميلة جدا. حطيت كوباية الحليب على القشطة اهي زي ما انتوا شايفين ده في الخلاط، وحابة ان انا اشغل الخلاط كده حبة لحد يعني دقيقتين كده بس، اضرب الحليب الاول كويس، وبعد كده هنضيف له الخل، معلقة الخل ومعلقة عصير الليمونة، وزي ما انتوا شايفين ده. طبعا انا الطريقه دي طبعا بقدمها لكم النهارده عشان المتابعه اللي كانت سالاني وقالت لي عايزه اسهل طريقه لعمل الزبده اللي انا اعملها وما تكونش مكلفه، فعشان كده بقدم لها الفيديو ده هوت النهارده. حطيت الخل وعصير الليمون، وهبدا ان انا اقفل الغطا بتاع الخلاط والشفشه، واضرب برضو ايه اضربها دقيقتين كده كمان زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنزل بقى عليها بكوبايه كبيره من الزبده اللي انا سيحتها على البوتاجاز دلوقتي، وهنبدا بقى ايه نضيفها. بس تعالوا بينا نشوف شكلها دلوقتي زي ما انتم شايفين اهوت. نبدا بقى ايه نحط كوبايه الزبده، وبرضو هقفل الشفشه بتاع الخلاط، وهبدا ان انا اضرب ايه كويس، اضرب المكونات ايه كويس. بعد كده ايه، بعد ما اضرب المكونات كويس هيبقى فاضل لي حاجه واحده اللي انا احطها، حاجتين اتنين، هيبقى فاضل لي كوبايه الزيت ورشه ملح طعمه زي ما انتم شايفين اهوت كده ايه. بصوا على فكرة انا فتحت بس الغطا بتاع الشفشة عشان اوريلكم شكلها، وابدأ بقى ايه اللي انا احط الزيت. بحط الزيت واحدة واحدة، يعني ما تحطوش، ما تفضيش الكوباية مرة واحدة، حط الزيت واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين ده. وبعد مع الضرب يعني انا بحط مع الضرب اهوت، بنزل بالزيت كده واحدة واحدة مع الضرب، وبعد كده بيكون فاضل لي بقى ايه رشة ملح، ملح طعام بحطها، ما تكتريش الملح عشان ما تبقاش الزبدة حادقة معاكي، فما ينفع ساعتها لو كترت الملح فمش هتعرفي تستخدميها في الحلويات، فخليها بس رشة ملح
وهتبقى ماشيه معاكي الاثنين، تمشي بقى في اذا كان بقى في حلويات، في طبخ، معجنات، هتمشي معاكي في كل حاجه. طبعا انا ما بستخدمها في الطبخ وكده، فطبعا انا بحط بقى الملح وبظبط الملح في الطبخ اللي انا بعملها، اذا كان رز ولا طبيخ ولا اي حاجه، ولا صينيه بطاطس اي حاجه، فبظبط طبعا الملح بتاع الطبخ اللي انا بعملها. عشان كده بقول لك ما تكتريش الملح فيها، عشان تكون متعدده الاستخدام معاكي وتقدري تستخدميها في كل حاجه. كده بقت الزبده جاهزه معايا، بفضيها بقى كده في القالب اللي انا كنت مبطناه، حاطه له كيس، الكيس عشان يسهل عليا خروج الزبده لما اجي اطلعها كده من القالب بعد كده واقطعها معاكم واوريها لكم يعني، فتبقى سهله سهله عليا كده، وفي لما اجي اقلب الزبده يعني واقطعها زي ما انتم شايفين. ايه حبايبي، احلى زبده هتعمليها ان شاء الله. طبعا الكميه ديت ربع كيلو الزبده اللي انا استخدمته، عمل لي كميه كبيره زي ما انتم شايفين ده. فبغطي بقى كده وش القالب كده بكيس، ليه؟ علشان لما اجي ادخل القالب دوت في الفريزر يتجمد، ده قالب الزبده ده، فما يعملش ما يعملليش طبق التلج على وش الزبده، فتخلوا بالكم بالحاجات ديت. طبعا الزبده دي ممكن تحتفظي بيها في برطمان وتخليها يعني، تجيبي لو مش عايزه تحطي في قالب وتقولي لي دي دوشه ومش دوشه، ولسه هدخل الفريزر يتجمد، لسه هطلع، لسه مش عارفه. في ناس بتبقى ما بتحبش كده يعني، فتجيبي برطمانه وحطي الزبده فيه وبعد كده بتدخليها، بتحطي الفضي يعني، تفضي الزبده في برطمان على طول وحطي الزبده ديت في الثلاجه. بتبداي ان انت تاخدي منها بقى ايه بالمعلقه يعني في الثلاجه، ايه من تحت يعني. مثلا هقول لك يعني، بتجيبي برطمان صغير تحطي فيه شويه وتخليه في الثلاجه ايه من تحت. لو انت حابه تعملي تخلي الكميه الثانيه في الفريزر، تحطيها في برطمان تاني، ولو انت عامله كميه كبيره يعني ممكن تجيبي برطمان تاني وتحطي فيه الزبده، برطمان بلاستيك وتحطي فيه الزبده، وبعد كده دخليه بقى ايه، او علبه بلاستيك وتحطيها بقى ايه وتفضيها في علبه وتدخليها الفريزر. تطلعي هتقعد معاكي اطول وقت عندك يعني. ده انا بقول لك كده لو انت هتعملي كميه كبيره، تخلي على قد الاستخدام تحت. انا خدت منها شويه اللي كانوا في الشفشه ووريت لكم كده على البوتاجاز، بتسيحيها وبتستخدميها بتبقى حلوه جدا بصراحه، وبتخلي الاكلات كده معاكي اكنك عاملاها بزبده فلاحي، بتبقى حلوه وجميله جدا. ده هنا بقى ايه حبايبي، بعد ما دخلت القالب في الفريزر والزبده اتجمدت معايا، هنبدا بقى ايه اللي انا نطلعها من الكيس، وهبدا بقى ايه اللي انا يعني اقطعها بقى ايه كده معاكم. الناس بقى اللي هي حابه اللي هي تحتفظ بيها في الفريزر وتقطعها مثلا مكعبات، هقول لك تعملي ايه. جيبيلي بقى صينيه كبيره وتفرشي عليها كيس وبتقطعيها مكعبات، وكل مكعب حطيه على الصينيه، ما يبقاش لازق في المكعب اللي جنب منه. وبعد كده بعد كده دخليها في الفريزر لحد ما المكعبات دي تتجمد خالص، تبقى متجمدة تماما، لميهم وحطيهم في كيس وخليها بقى ايه في الفريزر. كل ما تيجي تستخدميها في اي طبخة بتاخدي المكعب وبعد كده تحطيه تعملي بيه الاكلات اللي انت بتعمليها. زي ما انتم شايفين حبايبي، حتى طريقه الحفظ قلت لكم بتحتفظوا بيها ازاي. زي ما انتم شايفين قربت لكم الكاميرا كده عشان تشوفوا شكل الزبده، زبده جميله جدا واقتصاديه بصراحه يعني، هي كانت عايزه زبده اقتصاديه بتسالني عليها، فالزبده ديت اقتصاديه جدا جدا. طبعا اللبن بيكون عندنا يعني، بيكون عندك فيش بيت يعني، يعني مش بيجيب لبن، احنا بنجيب اللبن كل يوم يومين عشان اولادنا يشربوا بيه، يشربوا يعني ويقوي جسمهم. فكوبايه لبن هتاخديها تكوني محوشه قشطه مثلا، كل يوم بجمع القشطه من على وش اللبن، في يعني بحطها في الفريزر كده، ف ممكن تاخدي منها. بس انا كنت طبعا كمية القشطة انا كنت محوشاها، فكنت بستخدمها في وصفة، فعشان كده خدت بقى ايه اللي كان طالع من على وش اللبن يعني.
فاخدت حته من الزبده اهيت وحطيتها في بقلايه عشان اوريكم بقى ايه شكلها وهي بتسيح. بتبقى جميله جدا بصراحه. ويعني الناس اللي بتقولي لا هي عشان بيبقى محطوط لها لبن او كده فمش بتعمل، مش بتعمل مرطه. لو هقول لك هي هتعمل، ممكن تعمل مرطه معاكي امتى؟ لو انت استخدمتي كوبايه قشطه كامله فممكن تعمل معاكي يعني شويه مرطه بصات كده وانت بتسيحيها. بس انا عشان مستخدمه كوبايه لبن وعليها يعني معلقتين من القشطه او 3 معالق فما بتعملش مرطه. شكرا للمشاهده، السلام عليكم. ما تنسوش حبايبي تصلوا على رسول الله في تعليق.